شو رأيكم بخدعة؟ الشخص بيسحب الورقة، بينخلط الورق قبل ما يسحب الورقة وبعد ما يسحب الورقة، وإسا بينخلط الورق أكتر بكتير، والمشاهد بيقرر كيف بدنا نخلط، والمشاهد كمان إسا بيقرر شغلة ما رح ألكون إياها مشان ما أفسد لكم مفاجأة، وآخر شي بتطلع ورقته بشكل منه طبيعي. بتعرفوا شو الأحلى من هيك؟ إنكم بتعرفوا السر بس ما رح تقدروا تكشفوها للخدعة أبدا. فإذا عم نحكي عن خدعة عن جد عشوائية وكتير تقيلة كتير رح تعجبكم. هيدي الخدعة من تأليف شخص اسمه هاري لورين. هاري لورين هو لاعب خفة أجنبي غني عن التعريف. يلا سوا خلينا نشوف الخدعة. يا ويلي، بلال عم يخلط الورق الشد كليته سوا. هلا بعد كل هالخلط العشوائي بدي اياك تسحب ورقة، بس قبل ما تسحب ورقة رح شيل اول ورقة او اخر ورقة حطهم بالنص، لانه بتعرف لاعب الخفة بيكون حافظ اول ورقة او اخر ورقة، وانا اصلا خلطت بس احسن. بدي منك هلا تلمس اي ورقة من نص الورق، المسها لمس وانا بفرجيك اياها، اي وحدة ما بتفرق. اوكي خلص، شوف هي ورقتك، انا ما رح شوفها ابدا. اوكي احفظها، رح حطها فوق اول ورقة، لا رح اقطع ولا رح اعمل اي حركة، رح اخلط طبيعي الورقة بالنص. فاذا ورقتك صارت بالنص ما في بريكس، ما في شيء ابدا ابدا، ما في لا طاجات ولا شيء. وعن جد انا ما بعرف وين الورقة ولا بعرف شو هي، بس يلي رح يصير اني انا عن جد عم وزع بشكل عشوائي، عم وزع هيك تقريبا شي 7 فرق تقريبا. فيني وزع من تحت اذا بدي، ما ضروري من فوق. اوكي فيني اذا بدي اقلب الورق وبلش اعمل بهالطريقة، يعني ما ضروري حتى ابدا انه اكون عم بتطلع على الورق. فاذا بدي منك اعطيني رقم من 1 لـ10 تقريبا. طيب 6. 6؟ 6. ليه اخترت رقم 6 هيك؟ بلا سبب؟ اوكي عشوائي. بدي منك تنقي فرقتين من الفرق، اي فرقتين؟ هيدي. اوكي بس رح امسكهم وفوتهم ببعض شوي، نقي اي فرقتين تانيين. اوكي كمان رح نمسكهم وفوتهم ببعض، انا ما بعرف شي عن الورق. اي فرقتين تانية فيك حتى من اللي نقيتهم، ما في اي مشكلة. اوكي طيب اي فرقتين؟ خلص مش الحال، راح اخلط الباقيين كليتهم سوا. بلال ورقتك موجودة بنص الورق، يعني صدقا اكتر من هيك عشوائية بطل فيه. شو كانت ورقتك؟ 2 مربع احمر. 2 مربع احمر، حلوة هي. 2 مربع احمر، 2 ديناري صحيح. ومنقى رقم شو؟ 6. 1 2 3 4 5 6. يا ويلي. تعالوا نتعلم يا أصدقائي كيف انعملت. بتعملوها مثل ما عملتها حرفيا، بتخلطوا بتفرجوا للشخص انه عن جد ما بتشوفوا ولا ورقة. تعالوا نتعلمها كلها سوا. شو عجبتك يا بلال؟ حلو كتير. يلا تعالوا نتعلم. أصدقائي هيدي الخدعة كيف انعملت؟ فعلا الورق مخلوط، فعلا ما في ولا طاجة ولا شيء. هيدي الخدعة بتستدعي الكي كارد برينسيبل بس بشكل كتير ذكي. فإذا رح ينخلط الورق أول شيء، رح لكم شغلة لازم تكونوا حافظين، تالت ورقة فوق فقط. فإذا 1 2 3 حفظوا تالت ورقة وبس. 6 لسبات ما تنسوها أبدا أبدا. فإذا أصدقائي فيكم تخلطوا الورق إذا بدكم أول شيء من دون ما تتلخبط، تالت ورقة فوق 6 لسبات. فيكم تخلطوا بهذا الشكل، علمتها كتير على التشانل، بتحطوهم بإيدكم وبتخلطوا الورق يلي تحت وبتخلوا الورق يلي فوق هون محافظين عليه. اوكي فاذا ضلوا اول 3 ورق مثل ما هن، بيهمنا تالت ورقه وبس. هلا بنقول للمشاهد اسحب الورقه يلي بدك اياها. فاذا المشاهد بيسحب الورقه يلي بده اياها، نفترض مثلا اخذ هيدي، بيحفظها 2 الديناري انحطت فوق. فاذا اصدقائي يلي انا هلا بعرفه انه ورقه المشاهد صارت فوق وفي تحتها ورقتين وتحتهم في الورقة اللي نحن حافظينها اللي هي بتهمنا، يعني الفكرة اللي بتوصلكم إياها أنا، أنتوا إذا شفتوا 6 لسبات بعدها رح يكون في ورقة بورقة، تالت ورقة رح تكون ورقة المشاهد بعد ما نشوف 6 لسبات. بس هذا هو الشيء اللي تذكروا براسكم، كتير فكرة بسيطة. هلأ بدنا نخلط الورق عن جد. شو اللي بدنا نعمله؟ بنخلط تقريبا شي 15 ورقة تقريبا بكفوا، بعدين بصير بخلط كل الورق الشدة فوق بإصبعي اليسار، بصير بخلط الورق الشدة بهذا الشكل هيك كلياتهم فوق هدوليك الورقات. هلأ ببلش وزع الورق بشكل عشوائي، بوزع تقريبا شي 7 فرق. أوكي
فعم وزع بشكل عشوائي. انا عم وزع بشكل عشوائي فجأة بقول له للمشاهد فيني كمان وزع من تحت ما ضروري من فوق، فبصير بمرق ورقة مثلا ورقة، هن بيمرقوا تقريبا شيء 4-5 ورق، بقول له للمشاهد اذا بدك كمان انا فيني وزع بهذا الشكل، فببرم الورق وبصير بوزع هيك. اوكي بصير بنزل ورق على الارض، بس انا هون شو ناطر؟ ناطر 6 ثبات ورقة لعب الخفة لحتى تقطع، فبضلني عم وزع بهذا الشكل لتجي 6 ثبات. وصلت شو بعمل؟ بزتها بأي محل ما بتفرق، وأنا هلأ بعد ورقتين بعرف رح تكون ورقة المشاهد، ورقة اثنين ورقة المشاهد. فشو بعمل؟ أنا وزعت 6 ثبات، برجع ببرم الورق وبوزع من فوق ورقة مثلا، هلأ بمرق ورقة من تحت هون مثلا، بعدين ورقة من تحت هون، بعدين هلأ اجت ورقة المشاهد بحطها عندي هون. فيكن تحطوها وين ما بدكن بأي فرقة، بس انتبهوا ما تضيع ورقة المشاهد، خليكن حافظين وينها. وهون دغري بكون أنا عم بحكي مع المشاهد عم قلوه اعطيني رقم من 1 لـ10، وأنا عم بحكي بكون عم وزع الساتني. أوكي؟ فبتكون توزع فوق على ورقته للمشاهد العدد اللي بيقلكن إياه بس ناقص 1. يعني مثلا إذا قال لي أنا بدي رقم 7 بدي وزع فوق 6 ورق، إذا قال لي مثلا بدي رقم 9 بدي وزع فوق 8 ورق. هلأ في شغلة مهمة، يمكن مثلا تقولوا لي إنه فوق هدول الورقات صعب يكون في 8 ورق قصة اقدر وزعهم هون، وبنفس الوقت يبين اني عم وزع بشكل عشوائي، فانتو اذا بدكم فيكم تقولوا له رقم من 1 لـ6، 1 لـ7، ما ضروري من 1 لـ10. اوكي نفترض مثلا قلنا له للشخص بدنا رقم من 1 لـ7، ام اعطانا مثلا رقم 5، يعني بدي وزع فوق ورقته 4 ورق. فاذا شو بصير بعمل؟ وزع بشكل عشوائي هيك، بوزع من تحت من فوق ما في اي مشكله، المهم اني زيد 4 ورق فوق الورقه تبعته. ورقه 2، اوكي زيدوها بشكل عفوي، 3 4، وخلصنا. فاذا فوق ورقة المشاهد في 4 ورق، يعني ورقته حتكون الخامسة. هلا بنقول له للمشاهد اختار اي فرقتين رح نخلطهم ببعض، نفترض اختار هدول الاثنين، فبفوتهم ببعض بشكل هيك عشوائي. مثلا هدول الاثنين بخلطهم بشكل عشوائي. إذا مثلا اختار هدول الاثنين ورقته 5 ورقة ما بدنا نخلطها نحن، فبصير شو بعمل؟ طلع بأصابعي بعمل هالحركة هيك، بفوت هدول الورقات بالقسم يلي تحت من دون ما تختلط ورقته أبدا. يعني أول 5 ورق بدي يكونهم أنا محافظ عليهم، فأنا بعمل مثلا هالحركة وبخلط هدول بالورقة اللي تحته بس، بس هي بدها تكون شوي سريعة لتبين عفوية. نفترض مثلا اختار هدول الاثنين بخلطهم هيك ببعض كيف ما كان، خلص بتكون ضلكم عم تخلطوا كل فرقتين بقلكن عنهم، وآخر شي بس توصلوا لعند فرقته يلي بقلبها 5 ورقة ما تنسوا بدكم تخلطوا بالوراق يلي تحت بشكل انه ما تختلط ورقته. بس بكل بساطة شو كانت ورقتك؟ بيقلنا شو هي، بقلو والرقم يلي تعطيني 5، حلو، 1 2 3 4 5. هيدي الخدعة ألفها لاعب خفة كتير قبضاي اسمه هاري لورين، وهيدي بتستعمل الكي كارد برينسيبل، يعني انه نحفظ ورقة مفتاحية وهي تدلنا على ورقة المشاهد. كتير حلوة الخدعة، انا كتير اصلا بحبها. بتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوا ناطر رأيكم بالتعليقات، وموعدنا إن شاء الله بدرس جديد. باي باي.